لو الحكايه فيها ان فيتو عشان بس ناخذ مثلا على كل شوال مثلا 80 لتر وقبل استخدامات اخرى 20 لتر يعني قول 100 لتر ال 100 لتر دول ال متر دي تقريبا 55 صفيحة ال 55 صفيحة ب 20 بكام؟ ب 1000 وايه؟ ب 1100 يعني 1000 لتر يعني 1000 ماشي 1000 يبقى برضه ال 1000 متر قلنا بكام؟ المتر على حسب كل محافظة دلوقتي بريال و 30 جنيه لا 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 جنيه على كل شوية عادي ماشي جنيه مية واتنين جنيه كهرباء هيبقى تلاتة مية مية وكهرباء تلاتة جنيه مية وكهرباء وصرف ما هو يعني عندنا بند الكفاص انا انت عارف انا عامل ايه بقى انا جايب 10000 قفص وموزع على كل مواطن في بيتعامل معايا مديله قفص هما بيسالوه يا باشا من غير كبير كبير يا حاج بيعمل ايه بكلم الشرف يعني انا اوريكم انا الطريق اللي انا 10000 قفص ادينا لكل بيت او كل واحد بيد ياخد عيش عندنا قفص بيعمل بنهوي له على عجل جنيه طلعه له على القفص بتاعه اللي خده عايز ب 2 جنيه طلعه على القفص بتاعه اللي خده وهكذا يعني هو متوسط او معدل البيع يا جنيه يا اتنين يا نص جنيه مفيش لا اقل ولا اكتر من كده تمام هقوله على القفص بتاعه وبرغم من ذلك نفضل نقول لحماده الخمر يا عم هات انا ايه 500 قفص هات يا مجدي ايه 500 قفص هات يا بديه 500 قفص كل معدل غير الاقفاص اللي هي مع الناس دي كلها ما بنجيلش عن 1500 قفص في الشهر. طبعا المخبز اللي بيشتغل ضغط عشان انت بتهوي برضه مش كل الناس بتيجي على اقفاص انت عندك ده زبون وعندك زبون تاني اللي بيجي لك على الشباك. قفص ده يشيل ويتحط ويتشال ويتحط كام مره برغم ان القفص كان بثمنه ب 3 جنيه مش كده حماده؟ تمام يا باشا بثلاثة؟ ثلاثة يا عم الحاج كام يا مجدي؟ ثلاثة راح ثلاثة؟ بنقول يعني النهارده لما ما جاش حاجة يعني لو قلنا متوسط تمام بنقول جنيه ونص على كل شيء يلا ماشي؟ هنحسبها؟